اخلاقه وعفويته. اما هو عاشق لنادي الزمالك، يحب نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك الواعيه تحيي اوباما على اخلاقه وعفويته واحترامه للمنافس اللي هم جم تحت البيت لما كان عنده كورونا وحيوه. جماهير الاهلي في وسط ما هي فرحانه بدوري ابطال افريقيا حيوا اوباما وشجعوه، قالوا له الحمد لله على السلامه وترجع بالسلامه، وحيوه وشجعوه. منتظرين ايه من اوباما يعمله؟ الراجل قال لك انا جماهير محترمه قدرتني فبقدر. النادي الاهلي هو النادي الاهلي، هو ما كانش فيه مفاوضات مع اوباما من النادي الاهلي، كان فيه مفاوضات، كان يقدر يروح، كان يقدر يروح. هو كان فيه مفاوضات شفهيه؟ لا، ما كانتش شفهيه. اي حد بيجي له عروض، لان هو في الوقت ده مصرح لاي حد يكلمه. يعني النادي الاهلي ما لفش على اوباما حتى عشان يكلمه، لا، ده في المهله او في الوقت اللي يحق لاي نادي ان هو يكلم اي حد كان ممكن احمد الشيخ. احمد الشيخ الزمالك كلمه وفاوضه وعمل الكشف الطبي وخلاص هيخش عشان يمضي، خلاص هيعلن بالليل، وكان مع كابتن خالد الغندور. خلاص يعني هيعلن ان هو لاعب رسمي، ما حصلش نصيب. خلاص النادي الاهلي ثابت. دلوقتي المهله بتاعت اي لعيب في العالم فرجاني ساسي اي حد يفاوضه دلوقتي. يعني فرجاني ساسي دلوقتي اي حد يفاوضه. ما يبقاش اسمه لف من ورا نادي الزمالك، لا، هو في المهله بتاعته ان اي حد يكلمه. وممكن اللعيب يعرض نفسه. يعني في لعيبه بتعرض نفسها على النادي الاهلي. في حد في الزمالك عرض نفسه على النادي الاهلي؟ اقول مش وقت. كل حدث حديث. حد في الزمالك عرض نفسه على النادي الاهلي؟ اقول مش وقت. كل حدث حديث. لكن في لعيب في نادي الزمالك عرض نفسه على النادي الاهلي وقال لك انا عايز يتكتب في السي في بتاعي ان انا لاعب في النادي الاهلي. كفايه كده النهارده. دايما انا بحاول قدر الامكان ان احنا وتحديدا في بعض الاخبار اقول للناس يا جماعه اهدوا شويه، يا جماعه لو سمحت بعد اذنكم، احنا لما بنجيب خبر بنكون متاكدين منه. وللاسف الشديد الناس بتبقى يا اما اغراضها الشخصيه يا اما مزقوقين شويه هي اللي بتحركهم، فهو بيبقى عايز يرضي فئه معينه او ناس معينه، رغم ان احنا بنكون زي ما بقول حضرتك هنا في البريم، سواء كنت انا موجود او زميلي النجم محمد فاروق موجود، بتقول الخبر مجرد من اي شيء، واللي عايز يطلع يرد بنرحب بيه طبعا في اي وقت. كنا قلنا يوم 23 ديسمبر اللي فات ان النادي الاهلي فاوض يوسف اوباما. تاني كنا قلنا يوم 23/12 ان النادي الاهلي فاوض يوسف اوباما، وكان يعني تلقينا وقتها عدد من الانتقادات وللاسف من زملاء اعلاميين لهم خبره كبيره جدا في المجال الاعلامي، طلع وقتها وانا هقول لكم ايه، وطلعوا وقتها وقال لك قولا واحدا النادي الاهلي ما بيفوتش، وخد مني انا بقى ومش خد مني انا بقى. طبعا انا من عادتي ان انا ما بردش على حد خالص، وما بنتكلمش خالص عن اي لا زميل ولا بنتكلم طبعا على الصفحات، لان في النهايه بتقول ان الصفحات مش في دماغنا خالص، يعني بنحترمهم، بنحترم كل الاراء، لكن مش في دماغنا اي انتقادات. المهم قلنا ان اوباما تلقى عرض من النادي الاهلي، الناس وقتها ما صدقتناش، وقلنا ان وقتها ان الكهرباء كان وسيط في الصفقه يوم 23/12. تعالوا نشوف يعني كنا قلنا ايه، نفكركم كده ونرجع نتكلم شويه وبعد كده نشوف اوباما فجر مفاجاه وقال
عزيز مهيب عبد الهادي. اوباما عنده عرض من جاد جدا من النادي الاهلي. مين الوسيط في القصه؟ محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الاهلي طبعا ونجم المنتخب الوطني، وكان ليه دور كبير جدا لما الناس في الاعتراض عليه. النادي الاهلي مش كلام، انا فاكر كويس قوي ان كاب شوبير قال تحديدا واحنا كنا شغالين حتى ان مفيش كلام خالص، وان في تعليمات، وحتى قال خد مني انا بقى، ان في نفس التوقيت وقت ما، لان الخبر طبعا كان قوي جدا اتاكد، او بتحاول برضو حق كل الناس انها تتاكد، بس فكره بارز قال لك ما فيش مفاوضات مع النادي الاهلي، والخبر ده بيكون قدام الوسط الرياضي ان احنا بنقول اي كلام بنضرب اخبار. وانا زي ما قلت لحضرتك من عادتي ان انا ما بردش على حد خالص الا رؤساء الانديه، بس دول اللي انا برد عليهم. الاول بمهاجم من بره ولا من جوه؟ لا من بره اكيد كده. انا والله العظيم انت عشان انت صريح، انا احب الصراحه، انا احب الصراحه. طيب اتحاد الكره النهارده قال ان لو في اكتر او في 5 حالات في اي فريق مصابين بفيروس كورونا هيتم تاجيل اللقاء في حال الطلب طبعا الفريق هذا طلب. يعني انت راي حضرتك في الموضوع ده ايه، خاصه ان انت بتاجل؟ طبعا في راقي طبعا من احمد، المهندس احمد مجيد عنده خبره كبيره قوي، يعني عنده خبره كبيره قوي في اللوائح وفي الاداره، وهو راجل محترم. بس انا ما بقللش برضه من عمرو بيك جنايني، كان راجل اكيد هو راجل محترم، واللجنه الخماسيه ناس محترمه جدا، ما شفناش منه ولا كل خير، وعملوا احسن عمل في الدنيا. بس المهندس احمد مجيد الراجل شخصيه يعني على قد المسؤوليه. احنا عندنا 11 لاعب مصابين في الكورونا. لا اله الا الله. عشان كده تاجل مباراه الانتاج. واحنا متسجل عندنا في القايمه 22 لاعب، من ضمن الناس اللي هي مصابه 3 حراس مرمى. طبعا كنا في موقف صعب جدا، ده غير ان في ناس اداريين تانيين عندهم برضه للاسف يعني اداريين ومدربين عندهم اصابات، ده غير 11 لاعب. فالحمد لله ان اتحاد الكوره تفهم موقفنا. والاجمل من كده بقى النادي الانتاج والشيخ اللي هو رئيس نادي الانتاج، الشخصيه الجميله الرائعه، اتصل بيا وقال لي مش مهم المباراه، المهم ان انا اطمئن على لاعبي نادي سموحه. يعني التصرف مؤسسه يا باشمهندس، الانتاج والطلائع مؤسسات كبيره عريقه. الكوره اتصل بيا، يعني ناس راقيه جدا جدا، انا بشكره طبعا جدا، وبقول للناس ان ده حاجة احنا بنتعلم منه ومن شياكته ومن رقيه في التصرف. طيب انا عندي خبر ما اعرفش يهمك ولا ما يهمكش، انا كنت هقوله ان الاهلي دلوقتي هيعير احد اللعيبة من ال3 لعيبة دول، مروان محسن، صلاح محسن، احمد ياسر ريان. هل ممكن يكون حد من ان شاء الله ايه؟ ان شاء الله المهاجم اللي يطلع من الاهلي ان شاء الله يكون من مصر باذن الله. يعني اي واحد في الـ3 انت راضي؟ طبعا. وتودي مكانه حسين؟ لا بلاش علاقه وحيد، ما بلاش علاقه، ما هو في ولتر بول يا جدع. بص هقول لك حاجه. كل حاجه وليها حاجه. يعني بعدين ما ينفعش اولا ان انا أبدل ناس بناس. لا طبعا كل حاجة مستقلة بذاتها. لا ده فلوس ودي فلوس. الزمالك كفتين متساويتين تماما، الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 كفات متساوية، بحترمهم جميعا وبحترم كل رغباتهم في شراء اللاعب إذا كانت موجودة عندهم الرغبة، واللي هيكون أفضل ماديا لسموحة، واللي اللاعب هيعوزه هيعوزه. بس طب أسألك سؤال صعب شوية بس والنبي تجاوب عليه. لو اخترت واحد من الـ3 تختار مين؟ مين ومين ومين؟ مروان محسن، صلاح محسن، احمد ياسر ريان. اول حاجة صلاح محسن طبعا احنا لنا جزء فيه، هو لعب معايا السنة اللي فاتت. ايوه. وهو قريب جدا مننا، ويعني على المستوى الانساني طبعا انا يعني بحبه جدا لاني تعاملت معاه، وهو لاعب موهوب جدا. احمد ياسر ريان ابوه صاحبي جدا جدا، واول واحد فكر ان ياخد احمد ياسر ريان. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك
وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معكم أخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.